عامل زي البيت المصري. القلب من غير صلاه على حضره سيدنا النبي ولا تسكن فيه الانوار ابدا، ولا الانسان يدخل المعيه ولا الف زيت يوصل لربنا من غير حضره النبي. ولو انهم سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت له حتى يدخل. النوايا سليمة ولا حد جاي هنا للدنيا؟ إن كنت جاي للدنيا وهنقصد الدنيا تقرب عشان نحسب الحلو بتاعتنا. إحنا هنا سيبنا الدنيا وقعدنا نقول الله، يعني مفيش يعني ده. نحن نناجي حاضر ونذكر شاهد ونسبح موجود وننشد ودود. ما كان ذكرنا للجلالة عن سوء حالة إلا لأننا سمعنا فشربنا وتركنا حتى السمانة، فلم تطق الأجساد إلا أن تميل تواجدا قولها الله. المقصد من الجموع دي إيه؟ دنيا ولا دين؟ ولا ديان؟ ولا جنب؟ ولا خوف من نار؟ إيه اللي مجمع الناس؟ أنا أرى أن منعقد هذا المجتمع أن أحسننا فيه الظن. رأينا مكتوب على جبين المنعقد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. ما جلستكم الله، ما جلستكم الله، ما جلستكم الله. إذا تجلت الإرادة تجلت المعية حصلت النصر. الله أكبر. أعد أقول ثاني. أعيد. الآية دي كأنها بتقول إذا المقاصد صلحت، إذا المقاصد صلحت والقلوب تصالحت حصل لمن حضر النصر. المفروض كان يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يدخلوا الجنة. قال لا، قال ولا تعد عيناك عنها. كأن جزاء الاجتماع بين الفقراء على ذكر الله حصول النظرة من سيدنا رسول الله. طب وليه ربنا بيقول له ولا تعد عيناك عنهم؟ هو كان غفلان بيدور على الدنيا؟ لا، قال لأنهم فقراء ضعفاء، ذكرهم لا يقوى أن يوصلهم إليه. فانظر إليهم يا رسول الله فبعينك التي رأيتني بها، انظر إليهم لعل أنوار الشهود تنعكس على قلوبهم. لما أتيت إلى المدينة زائرا وقصدت خضر قبابها العصماء، روحي تجلت والدموع تحدرت لما رأيت القبة الخضراء. روحي تجلت، روحي تجلت والدموع تحدرت لما رأيت القبة الخضراء. وأتيت بين الزائرين بخجلتي متهللا أنا مادح ببكاء، حتى أتيت تجاه حجرة أحمد، حتى أتيت تجاه حجرة أحمد ناديته يا سيد الشفعاء، ناديته يا سيد الشفعاء أرني جمالك يا ابن أكرم والد، أرني جمالك يا ابن أكرم والد، أرني جمالك يا ابن أكرم والد، وارفع كفوفك وادعلي بعطاء. إن كان نورك لا يلوح لمذنب فانظر إلي بنية الإشفاق. جزاك الله خير.
فلا لوم للعشاق إن غلب الهوى كتمانهم فنما الغرام وبحر.